خالد عن الصبي وعن البنت بمجتمع ذكوري، انت قبلها كم ولد؟ ست بنات وصبيين. ست بنات صبيين وصبيين. ما يعني انا مش انت متحيز للبنات او للصبيين؟ لا للبنات. نعم انا بحب البنات اكثر من الصبيين. بتحب البنات اكثر من الصبيين؟ تحيي. ليش تعجبك؟ ليش تعجبك؟ استعجبت مني لاني بحب البنات؟ في مجتمع اصغر بنت بالبنات عملت دكتوره ادب عربي، الصبيان واحد اخذ بريفي وواحد من صف الخامس طلع، الصبي بيركب موتير من عشيه بيزعج العالم كلياته بيجيب المسبه لابوه، البنت ربيه تربيه صالحه بتطلع صالحه. ومين اللي بيجيب العار؟ بنت ما بتجيب العار. مين قال لك بتجيب العار؟ بنت لما تربيه تربيه صالحه ما بتجيب العار. ليش الصبي ما بيجيب عار؟ ما بيجيب. 99 صبيان بيجيبوا العار وولد ما بيجيب العار، والبنت 99 بنت ما بيجيبوا العار وبنت بتجيب العار. مين اللي قال لك هالكلام انه البنت بتجيب العار؟ خالد اليوم في موروثات شعبية، في واقع بمجتمع ذكوري انه المرأة للأسف بمرتبة دونية عن الرجل، والمرأة عم بتحارب لتاخذ حقوقها وتكون بمرتبة الرجل، ولكن كيف انت قدرت تتغلب على كل هالواقع وهالموروثات الشعبية؟ نقيض على اللي عم بيقوله باسل، وانت مقتنع انه التربية هي اللي بتجيب العار مش الصبي او البنت. البنت انا بنظري انا تربيه تربيه صالحه لا بتجيب لك عار ولا بتجيب لك، بس انا لما بدي تشوفها ماشي هي ورفيقه، ماشي هي ورفيقه وتنكد واعمل بس سؤال. طب هي ليش انا بحق لي امشي مع وحده وهي ما بحق لها تمشي مع رفيقه بالجامعه؟ ليش حلال لي حرام لا؟ ليه انا بحق لي اسهر ومرتي ما بحق لها تسهر او بنتي؟ ليه مثلا؟ اللي انت اللي انا جاوبني، انا عم بسالك لك انت. الصبي بنعطيه ورستان، الصبي انا بقول لك شو طمعته، الصبي ابوه بيلحلحه بيحبه، البنت بدون مقابل تفتح لك الباب، تفتح الباب والله يعطيك العافية. البنت شو طلبها منك؟ انا بدروس انت تدفع، تطلب منها غير هيك؟ هداك بيوقف لك على الباب هيك اللي لا. انت ابوك مريض وانت على البحر، انا عم بسالك انت ما عاد تسالني شيء، انت على البحر واختك بطرابلس دقوا لك الك والها، ابوك مريض، اذا بتقلي انت بتصبقها بتكون عم تبالغ معي، هي بتصبقك لعند ابوها. حتى كلامك خالد لا يعني ما بيتحمل نقاش، وما راح اسمح لحالي ناقشك ببعض المفاهيم الباليه. تحيه لك ولكل اب بفكر مثلك. بس نحن اليوم مجتمعنا الصبي بده المعلقة الذهب بتمه ومعلقة التنك للبنت. ليه؟ تعرف الأمثلة الشعبية اللي لها علاقة بالبنت، بيقولوا الصبي البكر بفضل الفكر. بفضل الفكر؟ لا والله بيتعبوا للفكر. أيو بكر هيدي بيقولوا خلقت بنت عتبت الدار تحزن 40 نهار. إذا خلقت البنت عن جد؟ أنت كان لما تخلق بنت كل مرة شو تعمل؟ والله أنا درت مرضة أعمل لها اللي بنت أركض دغري لعند الحلاب 4 كيلو. أنا آخر ولد عندي صبي ما جبت له شيء، والله العظيم ما جبت له. بتعرف المثل شو بيقول؟ قالوا لي بنية قلت لهم هيدي نور عنية. هذا مزبوط. بكم بنت الله رزقك؟ 11 بنت. 11 بنت؟ نعم. الله يخلي لك اياهم، بتسمي لي اياهم؟ ايه. تفضل. سوزان. نعم. وصال. لينا. ميساء. سلام. سوسن. لما. ولا. سناء. بعد واحدة. وفي اثنين. اثنين. سالي. سالي. ونسيت بعد. نسيت واحدة. سيمون. لينا. سيمون. سيمون. والله 11 بنت ابو البنات هي لتاسيس عائله كبيره او محاولات لانجاب الصبي؟ بعد الرابعه والخامسه نحاول انه بلكي يجي صبي للاسره، بعدين لقينا ما في مجال خلاص وقفنا.
أنت وقفت؟ على 11. بأي عمر؟ لو بعد بتجيب المرأة أولاد بتجيب 5 بنات في يوم. خلي لك إياهم، بنات بدك. بنات. شو رأيك بكلام صبحي اللي كان عم يقول؟ يعني كل واحد له قناعة. أنا صار عندي بعض التجربة بعد ما كبروا البنات وتعلموا إنه البنت أفضل من الشاب حتى صارت لهم بالمجتمع. مثل مرباي والكويس والمعلم. بناتك كانوا بتحدي دائم ومستمر ليثبتوا لك انه هن تحدوا الاسر اللي فيها رجال وشباب 7-8 واثبتوا جداره بالتربيه وبالعلم. استقبلوا معي سلام وسوسا ولما وولا وسالي. مساء الخير. مساء النور. سلام. سلام. بنت الكبيرة؟ لا الخامسة. الخامسة. ايه. وبنت الصغيرة مين؟ سلام. أنت الصغيرة؟ قد ايه عمرك؟ 9. 9؟ مين بتحبي أكتر شيء من أخواتك؟ كلهم. كلهم؟ آه ما عم كلهم. قد ايه الفرق؟ قد ايه أختك الكبيرة عمرها؟ ما بعرف. أكبر وحدة شو اسمها؟ سوزان. سوزان عمرها قد ايه؟ 35. وانت عمرك 11؟ 9. 9 عمرها. سلام. هل انتم كنتوا كان بيكم انتم صغار يعاملكم اوقات تربيه شوي قاسيه، تربيه انه على اساس انتم حدا من اولاده صبي يكون، ام لا كان عم يعاملكم كبنت كبنات؟ ابدا. هو احلى شيء فيه انه ما عملنا ابدا كصبيان، مع انه المجتمع بيفكر انه جابنا او انه خاب امله انه جيبنا بنات. بالعكس كان ينبسط بكل بنت اكثر من الثانيه، وما راح يصدق حدا غير ليشوف الريبورتاج او يشوف كيف عايشين بالبيت فعلا. ونحن على اساس حبينا نحسسه بهالشيء انه نحن قادرين نكون نلعب دور الصبي والبنت. يعني اها، يعني هون بتعيشوا تحدي دايم ويوم اللي تثبتوا له تثبتوا للبي اول شيء ام للمجتمع؟ مع الاسره اولا ومع المجتمع ثانيا. فوزي قد ايه بتدلع بناتك وقد ايه بناتك بتدلعوا عليك؟ والله هن بدلعوني. وانت؟ انا بحبهم محبه بس وبدلع صغيري. اخر العنقود؟ ايه هي بعتبرها ملاك البيت. الله يخلي لك اياها. شفنا ايضا الحفيد. ايه. شو الجد فوزي شو قدم لحفيده ما قدر يقدمه لبناته؟ والله نفس النتيجه، اما بقدم للبنات من بنات بناتي أكثر من الأولاد، صدقاً من أولاد بنات، يعني بحبهم أكثر من الصبيان من الكبرى. علي كان بده من أول ما تزوج البنت. محمد أول ما تزوج كان في أولويات إذا بدك صبي أو بنت؟ صبي. ليش صبي؟ صبي إنه بيجيك صبي ولد عبكير بيحمل اسمك واسم عائلتك وبتشوف حولك فيه ولي العهد. نعم نقول له ولي العهد؟ نعم. أول طفل بنت. رجاء. رجاء مرحبا مساء الخير تفضلي. انت ناطر ولي العهد. نعم. الحمل الثاني فداء. فداء مساء الخير فداء. الحمل الثالث فاطمة. فاطمة مرحبا. فاطمة جربته مرة رابعة؟ أكيد. وبنتي زار ولي العهد؟ جد دموع. دموع لازم تسميها فرحة. دموع ليك ملا فرحة لكن زعلان ليه سميتها دموع؟ بحب هذا الاسم. طيب بعد دموع بدك ولي العهد بعدك؟ أكيد. خامس ولد دلال. دلال وقفته؟ لا مصرين بدنا الولد. ستة في حمل؟ حسنة. حسنة مريم. مريم مرحبا مريم. 7 بنات وقفت؟ لا في بعض. نور الهدى بنت.
كيفك؟ عادي يا نور الهدى. عادي يا ابو عادي تعال. ثمانية بقعد؟ لا بدك ضلك واقف بعد ما بلشنا. ما بلشنا يلا بنوقف. بعد بدنا ولي العهد على التسعة. لربما يجي ولي العهد. ما اجى ولي العهد، اجت ريماس. ريماس حبيبي يا هلا. مرحبا ريماس. تسع بنات وانت بدك عمر؟ ان شاء الله هاي طعمة الله. بقعد؟ لا خليك واقف. رجعنا وقفنا. وقفنا خلينا نوقف بعد التسعة وقفنا خلص ضربنا فريم. امطرنا 8 طيب. سنين ليش ضربت فريم؟ خلص صار بده مين يشتغل، ما انا ما بقى فيني وحدة. صرت برقد بالليل وما بقى اشوفهم. روح على الشغل نايمين واجي نايمين. ما بقى اشوفهم. بس سؤال، العيلة الكبيرة مسؤوليات العائلة الكبيرة أكيد. طيب البي لكن عم بيكون ومصر ليكون في عنده عائلة كبيرة للمقرب الآخر في مسؤوليات. مجتمع عنا منو متخلف وبيحكي يروح يقبر حاله أحسن له، إنه البنت شو بتفيده يعني بكرة بتروح على بيت جوزة. قلنا بركة الله بيبعثنا الصبي. وقفنا 8 سنين. بعد 8 سنين قلنا تنعمل محاولة كبرى وأخيرة. كبرى وأخيرة يا أم أمر، كبرى وأخيرة. أبو رجاء المحاولة الكبرى والأخيرة. المحاولة الكبرى والأخيرة. غيرت رأيك؟ حلوين شو ما كانوا. في أحلى من الصورة. ان شاء الله. تمام. بقعد افضل نوائي. هلا اقعد. قديش وقت بدنا نقعد؟ قد ما بدك اقعد بقى. خلاص صار عندي 10 ورود وكل ورده اغلى من الثاني. ما بقى تفرق معي الصبي، لانه امته بعدها. الصبي ولا البنت اهم من الصبي. ليش عم بتدمع هلا؟ انا مبسوط بولادي. مبسوط؟ مبسوط ببناتي. قديش اليوم اب 10 بنات هيدا شيء فخر لك؟ فخر كثير كبير لي، وبفتخر اكثر اللي بعتوا لي اول بنات. شو اللي تغير اليوم؟ قلت لي 10 محاولات كرمال يكون في رد للمجتمع. ما حدا في غير اراده الله. لو شو ما عمل. ولك احسن من هيك شمعود ما بقى. تحيه.